الرحيم. مشاهدينا الاعزاء، انطلق وعلى بركه الله الشوط السادس لثنايا قعدان. المسافه كما تعلمون 6 كيلومترات، اشواط مفتوحه. ابارك واهني لكل الفائزين واذكر بصاحبه التوقيت الافضل في هذه الفتره المسائيه وفي هذا السباق المحلي الخامس. اشواط مفتوحه، هي غزه صاحبة أفضل توقيت بتوقيت 9 دقائق 36 ثانية وستة أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثانية على فوزه بالشوط الأول الرئيسي وبأيضا أفضل توقيت في هذه الأشواط، والتهاني موصولة لسالم بن فاران المري. مشاهدينا الأعزاء، هذا الشوط مقدمته مع فراع لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، والتضمير مع علي بن حمد بن جرحة بن المري. وننتقل إلى المركز الثاني عناد لسعيد بن حمد بن لزيوح المري، وننتقل من شعار بن لزيوح إلى ثالث المراكز، من ينتقل بدوره ويتسلل إلى المركز الثاني حشيم عبد الهادي بن محسن الشهواني. المركز الثالث هنا عناد لسعيد بن حمد بالزيوح المري. وننتقل مشاهدينا الاعزاء الى براق في رابع المراكز، براق لسعيد بن علي بن حفار المري. وننتقل من شعار بن حفار الى المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدينا الاعزاء برزان لمحمد بن طالب بن هليل، يحتل برزان المركز الخامس في هذا النداء الاول. وهذه نتيجة اذاعتنا مشاهدينا الاعزاء للخمسة مراكز وخمسة أسماء المتقدمة الأولى. أول 2 كيلومتر مشاهدينا الكرام تنقضي من مسافة 6 كيلومترات. حضورنا وحفلنا الكريم، وما زالت مقدمة الشوط مع فراع لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني. التضمير مع الموهوب علي بن حمد بن جرحة بن المري يرافق ويضمر ويتابع فراع في هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا الثنايا القعدان وانطلاقتها الممتازة، وأيضا متابعة الجماهير لهذا السن ولهذه الفئة. ننتقل إلى حشيم في المركز الثاني وفي المكان المرموق والحشيم، تعود ملكية حشيم لعبد الهادي بن محسن الشهواني، ويلي في المركز الثالث براق لسعيد بن علي بن حفار المري، يتواصل بن حفار على المركز الثالث. المركز الرابع على التسلل والدخول، يا سلام برزان مشاهدينا الاعزاء بدأ بإبراز المهارات في هذا الشوط، وبدأ يبرز هذا الشعار ويبرز نفسه في هذا الشوط. برزان لمحمد بن طالب بن هليل المري. المركز الخامس هنا عناد لسعيد بن حمد بن لزيوح وشعار بن لزيوح مع عناد في المركز الخامس. اذا مشاهدينا الاعزاء هذه الخمسه مراكز الاولى، وارى في هذا الكشف وفي هذه الاسامي اسامي عملاقه لم يحن موعد دخولها الى عالم النداء والاذاعه. نتركها لوقتها المناسب عندما تدخل الى عالم النداء والاذاعه. حازت هذه الاسماء مراكز متقدمة في هذه الأشواط في السباقات الماضية، اليوم تشارك في هذا الشوط. وانتظروا مشاهدينا الأعزاء كما وعدتكم الأسماء القوية في الأمتار الأخيرة. إذا نعود مشاهدينا الأعزاء إلى فراع لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني وعلي بن حمد بن جرحب، ولكن الملاحقة أراها من حشيم. حشيم مشاهدينا الأعزاء، ويصل براق ويصل أيضا شعار بن هليل مع برزان. إذن اختلط الحابل بالنابل على صعيد المركز الأول، ولكن فراع مشاهدينا الأعزاء في منأى من هذا الصراع وينفرد انفرادة ممتازة على مقدمة الشوط مثل انطلاقه. شاهدنا بديع في الشوط الأول، أو شاهدنا بارود في الشوط الأول، وهنا نشاهد فراع ينطلق على نفس المنوال. هذا هو فراع، ولكن بارود كان في الشوط الأول الرئيسي وكان غاب قوسين أو أدنى من انتزاع ذلك الشوط، ولكن الظروف لها أحكام. هنا العودة مشاهدينا، بن جرحب في التضمير يعود مع شعار سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، والتضمير مع الموهوب، ولكن ها هي بن جرحب يا الموهوب، أرى التغيير. برزان برزان برزان
من أبرز هذا الشعار وبرز باسمه في مقدمة الشوط. فرزان محمد بن طالب بن هليل، سلامي عليك يا ابن هليل، يا سلام يا راعي برزان. ولكن برزان الآن، برزان خف الدعسة. إذا مشاهدينا الأعزاء، استراحة محارب وسيعاود الانطلاق. برزان استراحة محارب وسيعاود، وفراع انطلق في المركز الثاني لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، علي بن حمد بن جرحب في التضمير. المركز الثالث براق لسعيد بن علي بن حفار. وركز يا فرج بن علي، ركز ركز يا فرج في مسايرة براق في المركز الثالث. المركز الرابع أيها الأخوة الكرام، حشيم لعبد الهادي بن محسن الشهواني. وخامس المراكز، المركز الخامس، عطوني اللي في خامس المراكز. إذا عناد لسعيد بن حمد بن لزيوح هو من يحتل المركز الخامس. والعودة إلى برزان وفراع، برزان وفراع و1500 متر. مشاهدين الكرام أيها الأخوة الأعزاء، يا مضمرين، أمتار قليلة تفصلنا عن معرفة الفائز، وهناك جوائز نقدية قيمة للفائز بالمركز الأول، والجوائز تتواصل وتتناقص حتى المركز العاشر في كل أشواط هذا الموسم وفي كل أشواط هذه الليلة. والعودة مشاهدين الأعزاء إلى فراع، يعود إلى مكانه الصحيح، إلى موقعه الصحيح فراع، لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفه الثاني. التضمير مع علي بن حمد بن جرحب، يعود فراع. مشاهدينا الكرام، غادرنا منتصف، غادرنا لوحه 1500 متر الاخيره، وبرزان في المركز الثاني لمحمد بن طالب بن هليل المري. يا سلام يا ابن هليل. المركز الثالث براق، براق في ثالث المراكز لسعيد بن علي بن حفار. المركز الرابع هناك حشيم عبد الهادي بن محسن الشهواني. المركز الخامس، المركز الخامس يصل شعار صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن بهد ال سعود مع وقاد عبد الرحمن بن سلمان بن حمد العتيبي في التضمير. ولكن الكيلو الاخير وبرزان، برزان 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 لمحمد بن طالب بن هليل. يا سلام، الله 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 الله، انطلق برزان مشاهدينا الاعزاء، انفرد برزان، حلق برزان، وادع برزان، باي باي يقول برزان، يقول برزان لبقية المشاركين باي باي، فمان الله. يا سلام، الله 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 الله، محمد بن طالب بن هليل غادر مشاهدينا الأعزاء إلى خط النهاية، أعلن الإقلاع برزان والطيران. يا سلام على متون وعلى متن المركز الأول على رحلة رقم واحد في هذا الشوط ليحط الرحال مع خط النهاية ومع برج المراقبة هناك عند خط النهاية. إذا ابن هليل، ابن هليل مرتاح على الصدارة، محمد بن طالب بن هليل مع برزان. يا سلام يا سلام، برزان مشاهدينا الأعزاء ينفرد وينتزع نقطة هذا الشوط انتزاعا. إذن الأمور تسير في مصلحة مالك برزان محمد بن طالب بن هليل، أصغر مالك مشاهدينا الأعزاء في عالم رياضة سباقات الهجن، يفوز وينتزع هذا الشوط انتزاعا. تهانينا من 200 متر الأخيرة لمالك برزان ولمحبين برزان ولمضمر برزان محمد بن طالب بن هليل، وتهانينا لك يا طالب بن هليل على هذا الفوز المستحق. يا سلام، لحظات الوصول والاقتراب، سلام سلام لابن هليل، سلام، تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني، المركز الثاني فراع لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث ننتظر لحظات وصول. المركز الثالث شكلان لحمد بن سالم بوشقلة. المركز الرابع براق لمحمد بن دايل بن سيف النعيمي. المركز الخامس وقاد لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، أذعناها كاملة مكملة بالوفاء والتمام. تهانينا لمالك برزان من فاز بهذا الشوط. قطع المسافة برزان في 9 دقائق 59 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن طالب بن هليل المري المركز الثاني. المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء فراع، توقيت فراع 10 دقائق و6 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، وتهانينا للموهوب علي بن حمد بن جرحب
المركز الثالث. ننتظر لحظات وصول المركز الثالث. شكلان هو من احتل المركز الثالث عند بوشقلة، عند حمد بن سالم.